يعاني النازحون في ساحة مسجد القسام في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة أوضاعا مأساوية بعد إجبارهم من قبل قوات الاحتلال على ترك مدرسة خليفة وإحراقها واعتقال عدد من المدنيين فيها. هذا المشهد من شمال قطاع غزة، تحديدا من بلدة بيت لاهيا، بعد أن قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي يوم أمس بمحاصرة مدرسة خليفة بن زيد وإخراج كافة النازحين واعتقال العشرات من النازحين، وأن حرقت قوات الاحتلال الإسرائيلي ممتلكات المواطنين داخل هذه المدرسة. الآن يتواجد داخل هذه الساحة التي لا تتجاوز 500 متر مربع أكثر من 4500 نازح، علما بأن جميع المواطنون والنازحون داخل هذه الساحة يعانون من قلة في الطعام وقلة في الشراب. هنا الحياة معدومة بشكل كامل داخل هذه الساحة، علما بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ صباح اليوم أطلقت العديد من القذائف الصاروخية محيط هذه الساحة، وقبل يعني دقائق معدودة بسبب هذه الشظايا المتطايرة كان هنالك شهداء وعدد من الجرحى داخل هذه الساحة التي لا تتجاوز 500 متر مربع ويتواجد داخلها أكثر من 4500 مواطن ونازح.